مساء الخير عليكم جميعا، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي على شاشة اي تي سي، حلقة بداية الأسبوع. نبدأ معاكم حلقة النهاردة، بس الأول عايزة أفكركم طبعا بأرقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا نبدأ حلقتنا، وطبعا كلنا متابعين اللي بيحصل في فلسطين أول بأول، والشعب المصري كله منتفض علشان خاطر القضية الفلسطينية. كلنا قلوبنا مع أهالينا في فلسطين، حقيقي وجعهم هو وجعنا. بنتمنى يا رب النصر القريب ليهم بإذن الله، وفي نفس الوقت احنا فخورين بموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية، وشفنا امبارح قمة القاهرة للسلام وكلمة مصر الحاسمة وموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية. شفنا كمان المساعدات اللي دخلت ولسه مستمرة، وكمان شفنا المظاهرات اللي نزلت في كل حتة في شوارع مصر وميادينها، بترفض اللي بيحصل في غزة، بترفض جرائم الاحتلال الصهيوني. كل البيوت المصرية حزينة، مفيش بيت مش حزين، مفيش حد عارف يعيش حياته عادي. ما تتخيلوش ابدا، واعتقد وانا بكلمكم انتوا كمان حاسين بالكلام اللي انا بقوله، ان في حد عارف يعيش حياته بالشكل الطبيعي. ناس كتير قوي مأجلها حياتها ومأجلة شغلها ومأجلة، الناس اللي بتشتغل مثلا محتويات على السوشيال ميديا والحاجات اللي زي دي، كله مأجل كل شيء، وما فيش شيء مهم ولا في شيء داير ولا في شيء شاغل بال المصريين وقلوبهم إلا القضية الفلسطينية، لأنها حقيقي وجعانا، وجعانا من زمان، بس اللي بيحصل دلوقتي ده كتير 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 على مر السنين، على مر 75 سنة اللي فاتوا يمكن أكتر. ما شفناش الوحشية دي، ما شفناش انتهاك الإنسانية بالشكل ده، والعالم واقف واقف وشايف وبيتفرج وموافق. القوى العظمى في العالم الغربي بتتفرج وموافقة، بتشجع. مش فاهمة ليه، مش قادرة أفهم ليه مطلعين الطرف الثالث ضحية، ليه مطلعين الطرف المعتدي المحتل بقاله سنين طويلة جدا. طب هو لو مش معتدي ومش محتل كان بقى فيه وعد بلفور ليه؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق ليه؟ لو هي بلدهم واخدين بعد وعد ليه؟ كانوا فين؟ كانوا فين قبل كده؟ الناس ازاي مغيبة بالطريقة دي في العالم الغربي؟ بيحصل وهيحصل انتفاضات كتير لحد ما يتحقق السلام، ولحد ما الفلسطينيين يقدروا يعيشوا في أرضهم بحرية وبسلام، وخير فلسطين يرجع يعم تاني على أهلها، أهلها مش هيخلصوا. وحاجة مهمة كمان احنا بدأنا نعملها الفترة اللي فاتت دي، ان احنا عايزين نوصل صوتنا للإعلام الغربي وللعالم الغربي بكل الطرق وبكل الأشكال. ده اللي احنا شفناه في اليومين اللي فاتوا، كل السوشيال ميديا عندنا بتدعم القضية الفلسطينية، بتحاول انها توصل صوت الفلسطينيين وتفضح جرائم الاحتلال. هنفضل نحاول احنا وولادنا وولاد ولادنا، بس احنا ان شاء الله ما نوصلش حتى لحتة ولاد ولادنا دي، ويحصل النصر قريب يا رب. اول امبارح كان في فيديو لبنت مصرية اسمها رحمة زين، والحقيقة هي زنت البنات، حقيقي رحمة دي زنت البنات. الفيديو تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، حرفيا كل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الغربي. الناس كلها كانت فخورة بيها جدا، طبعا كل الوطن العربي كان فخور بيها وبشجاعتها، وخصوصا المصريين، لأنها بنت مصرية قوية ادت درس قاسي لمراسلة السي ان ان اللي واقفة وجاية بس مع المنظمة ونظمة الأمم المتحدة، فقط لما جت عند معبر رفح علشان تغطي الحدث وقتها. إنما قبل كده الضرب والقصف والموت والدمار ما كانوش موجودين، موجودين في الجانب الإسرائيلي، بيغطوا من الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي اللي مراسلينه بيبقوا واقفين وسط النور والعمار. خلينا نروح نشوف رحمة قالت إيه ونرجع نكمل معاك. Your channel, just like your ambassador, I don't know who did. Some humanity. The U.S. gave the okay for Israel, carte blanche to kill all those Palestinians. This massacre, we were sleeping here today. We listened to the bombs. I, in my grown age, was scared. Imagine children, imagine babies. Would you even air it?
is it? Okay, fine. First of all, tell me your name. My name is Rahma Zain. I am an Egyptian. Okay. Rahma. Tell me why you're here today. I am here today because of a multitude of things. First, the unfair occupation that's lasted for 70 plus years, and the fact that Gaza has been dubbed an open-air prison with Palestinians, no access to water, no access to be able to move in or out, not able to maneuver. We have family here, Palestinian family, who have their family, Palestinian families there. They're not even able, the ease of maneuvering. You go to holidays, it's easy for you. It's not that easy for them. Life is so difficult. It's against human rights. Israel has breached human rights time and time again, and it seems that it is above of international law. We are here to speak the truth because I'm not going to generalize, but a lot of Western channels have been aiding in the dehumanization of Arabs. You say when I say the word Muhammad, how does that make you feel? You immediately flinch because that's what's been happening. So now when 1,000+ Palestinian babies die, you don't feel the same. You don't feel the same as when I tell you one of your own has died. But these are our own. And it is unfair, and Egypt will stand with Palestine. I know Israeli politics, and they try and divide us, and they try and make you seem like we are weak. But let me tell you something, we are not weak. And we stand with the Palestinians, and we stand with the Arabs. And they try and change the narrative, because you own the narrative, see? This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard as well. We've been watching your channels, and instead of mourning our dead, instead of mourning these Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. We've been having to deal with more ridiculous rhetoric, to the extent that one Arab came and just had a farcical interview, because there's no more logic. There's no more logic in debating with you. You don't listen. It's like Israel has a fact book. Israel has a fact book. It's honest. Anything is honest. The Palestinians are animals and they need to die. And this is what's been happening. Get our voices across. Fair coverage. الحقيقة اللي سمعناه واللي شفناه واللي رحمة قالته كلنا كان نفسنا نقوله. كلنا نفسنا نقول للإعلام الغربي كفاية تضليل، كفاية دعم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكفاية تبرير لجرائمه اللي تخطط كل الحدود، وكفاية تصدروا للعالم إن العرب إرهابيين. كفاية 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 نظرة دونية للعرب. شوفوا الحقيقة، انقلوا اللي بيحصل بضمير. العالم الغربي اللي بيطالب بحقوق الإنسان في كل حاجة، إنه يختار حتى نوعه، مش شايف الأطفال وهي بتموت، مش شايف الأطفال وهي بتتقصف كل يوم الساعة 2:30 بالليل. ده كلام رحمة برضو، إن الساعة 2:30 يبدأ القصف بعد ما الأطفال يكونوا ناموا وحسوا شوية شوية بالأمان، شوية، عشان يمكن أهلهم جنبهم ولا حد كبير جنبهم يبدأ القصف. حقيقة رحمة، إحنا كلنا فخورين بيكي طبعا. كل اللي انت قلتيه فعلا يمكن برد قلوبنا شوية، انه اتقال وانه اتسمع وانه اتذاع على CNN. بنات مصر دايما عندهم شجاعة وقادرين يواجهوا ويعملوا مواقف مشرفة الكل بيتكلم عنها. فعلا الفيديو بتاع رحمة انتشر بشكل كبير، قدرت توصل صوتها وصوتنا لكل الناس، لكل اللي مش واخد باله، لكل اللي مش شايف، لكل اللي فاكر انه القضية الفلسطينية اتنست، او انه المصريين مش هاممهم القضية الفلسطينية. لا، بنت مصرية وزي الفل واقفة على باب المعبر مستنية، وقدرت انها تقول الكلام اللي في قلوب مصريين كتير جدا جدا وعرب كتير جدا جدا. بنت بألف راجل. اللي ما يعرفش رحمة زين، هي إعلامية وحاليا هي رئيسة التحرير إحدى المواقع، وبتقدم بودكاست بعنوان ته مربوطة. ليها تجارب في مجال الستاند اب كوميدي، ورحمة درست في المدرسة البريطانية الدولية في القاهرة، وتخرجت من الثانوية العامة سنة 2007، وتخرجت من الجامعة الأمريكية في القاهرة سنة 2010. درست فيها علوم سياسية،
واشتغلت بعد التخرج في التلفزيون المصري ومذيعة راديو لمدة سنة ونص تقريبا كمان، وكانت بتقدم برنامج بعنوان مصر بعد 25 يناير على راديو ماعت، لو فاكرين راديو ماعت، تابع طبعا لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. اشتغلت كمان رحمة مراسلة وبروديوسر لبرامج تلفزيونية زي مثلا كلام مصري على قناة سي بي سي، وكمان مصر تنتخب الرئيس، واللي أنا يعني في خلال الكام يوم اللي فاتوا حسيت بفخر بزيادة إن أنا كنت زميلة رحمة في الفترة دي. أيام مصر تنتخب الرئيس كنا يمكن إحنا لسه كمان شباب صغير قوي وعندنا طاقة وعندنا حماس وعايزين نشتغل وعايزين نتكلم وعايزين نعمل كل حاجة، وصادفني الحظ إن أنا وهي كنا بنشتغل في نفس البرنامج في نفس الوقت. بوجه لها كل التحية وكل الفخر، حقيقي بنت رائعة. البنت اشتغلت كمان كمستشارة، هقول لكم كمستشارة في رئاسة الجمهورية، كانت بتساهم في إدارة المؤتمرات الصحفية وإنتاج التقارير التلفزيونية والترجمة، وكمان إنتاج محتوى الحملات. اشتغلت فترة في الحاجات المتعلقة بالأنشطة الطلابية، وفي الفترة من أكتوبر 2010 لحد نوفمبر 2016 اشتغلت كمذيعة أخبار ومراسلة في قناة النيل الدولية نايل تي في، طبعا نايل تي في انترناشنال. كمان شاركت في تغطية الأحداث الرئيسية في المنطقة زي مثلا الثورة الليبية، الثورة المصرية 2011، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع شخصيات دولية بارزة زي القضية الأمريكية روث جينزبرغ. ومؤخرا اختارت مجال جديد وهو إنها مديرة علاقات عامة في إحدى المؤسسات الكبرى، ودلوقتي بتشتغل ستاند اب كوميديان. شاركت في اكتر من حفله مع اكتر من ستاند اب كوميديان تاني، وزي ما قلنا كمان هي بتقدم بودكاست ته مربوطه مع نهى كاتو. حاليا كمان بتتولى رئاسه تحرير موقع سكوب امباير من وقت ابريل 2022 لحد دلوقتي. جدها لامها هو الكاتب الصحفي الكبير الراحل محسن محمد، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الجمهوريه الاسبق، وجدتها لامها هي الاعلاميه الكبيره الراحله هند ابو السعود صاحبه برنامج جوله الكاميرا الشهير طبعا. والدتها هي الاعلاميه ميرفت محسن، رئيسه قناه النيل الدوليه السابقه ورئيس قطاع الاخبار بمسبيرو ومقدمه برنامج حدث بالفعل. هفضل عيد وزيد، كلنا فخورين بيك يا رحمة وبموقفك الشجاع وكلامك الصادق المعبر اللي بجد أثر وكان ليه تأثير كبير جدا جدا في تغيير موقف ناس كتير في العالم الغربي. في ناس كتير بعد ما شافت اللقاء بتاعك والكلام اللي انت قلتيه غيرت شوية من وجهة نظرها، واتمنى انه العالم الغربي كله تتشال بقى الغشاوه من على عينه والتضليل اللي هو عايش فيه ده. كانوا زمان بيقولوا التضليل والمجتمعات المتخلفه والمجتمعات العالم الثالث ومش عارف ايه، اصبح لا يوجد الكلام ده، ولو سمحتوا واجهوا نفسكم بالحقيقه. الخبر بقى اللي بعد كده عن فيديو اتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام اللي فاتت، اتصدر بشكل كبير جدا، ناس كتير شيرته. الفيديو ده لست فلسطينية عندها 80 سنة على وشها علامات تقدم العمر طبعا، وهي بتحاكي سنوات عاشتها بين الأمل والألم، وبتغني وبتقول شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم. يمكن الفيديو ناس كتير شافته وأنا شفته برضو، بس هو قديم، هو رجع انتشر تاني بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت، لأنه يعتبر كأنه رمز لطوفان غزة واللي بيحصل طبعا دلوقتي، والفيديو بقى ترند والأغنية بقى الكل بيغنيها. تعالوا نسمع جزء منها ونرجع نكمل معكم. خلينا نقول إن السيدة دي اسمها حليمة الكسواني ولقبها أم العبد، تولدت سنة 1934 وسابت قريتها القريبة من القدس وهي عندها 10 سنين بعد هجمات الاحتلال ووقوع مجزرة دير ياسين سنة 1948، وبعدين راحت للأغوار الأردنية مع عائلتها، وبعد سنتين رجعت قريتها ولقت كل البيوت متدمرة وحاجاتهم مسروقة ومفيش أي مظهر من مظاهر الحياة خالص. اتجوزت وراحت قعدت في مخيم الزرقاء للاجئين الفلسطينيين شرق العاصمة الأردنية عمان مع جوزها. والحقيقة على رأي أم العبد يعني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم.
وهم اعتقد ان هم فعلا شادين بعضهم، والعرب كلهم شادين بعضهم على القضيه الفلسطينيه اللي لم ولن تموت الا بارساء السلام والحريه، والفلسطيني يبقى حر على ارضه. طبعا شفنا الايام اللي فاتت كتير من الفنانين بيدعموا الشعب الفلسطيني، الفنانين المصريين طبعا، الفنانين العرب والقدس المحتله، عن طريق نشر المنشورات والفيديوهات اللي على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كلها دعم للقضيه الفلسطينيه، وطبعا الفنانين على راسهم. كمان منهم في ناس اتطوعت في مبادرات وحاجات كويسه جدا جدا، مبادرات علشان طبعا المساعدات، كل اللي بيقدر يساعد ما كانش بيتردد لحظه انه يساعد. شفنا الفنانه ياسمين صبري اعلنت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، طبعا صفحاتها يعني كلها، انها موجوده داخل مؤسسه الهلال الاحمر المصري، وشاركت صوره الكاب الخاص بيهم، ودعمت القضيه الفلسطينيه وشعبها، وكتبت في بوست قالت: اللهم احفظ اطفال ونساء وشيوخ ورجال اهل غزه والطف بهم. ومن يومين طلبت الشعب، او اتكلمت مع الشعب المصري يعني ومع جمهورها، انه ينضم للوقفه التضامنيه تضامنا مع احداث القضيه الفلسطينيه. كتبت وقالت: اليوم بعد صلاه الجمعه عند المنصه وقفه تضامنيه لاخواننا في غزه من اجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه. حفظ الله الامه العربيه. شفنا كمان هنا الزاهد وهي بتشارك في تعبئة صناديق مساعدات الهلال الأحمر، وعلقت وقالت: بإيدينا نصنع الفرق عشان نمد إيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هم في حاجة لدعمنا ومساعدتنا أكتر من أي وقت فات. كمان الفنان الكبير أحمد حلمي، اللي من الفنانين طبعا اللي دايما بيدعموا القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية في الوقت الأخير من خلال تغيير صورة البروفايل بتاعه بوشاح فلسطين ونضارة مكتوب عليها كلمة فلسطين. طبعا دي مش المرة الأولى زي ما قلت ليه في دعم القضية الفلسطينية. النجم الكبير كريم عبد العزيز، ناشد دول العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر اللي بترتكب في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال منشور نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك، وقال: وناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر وكل من هو معني إنسانيا، أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يختال بمجازر بشرية من عدو. تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية. كمان شفنا النجم الكبير الهضبة عمرو دياب، اللي تبرع بخمسة مليون جنيه للهلال الأحمر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ووجه شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية، وكمان غير كل صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، كل البروفايل بيكتشرز بتاعته يعني اتغيرت بصورة العلم الفلسطيني. مش بس كده، كمان أجل حفلته في دبي لأجل غير مسمى تضامنا مع فلسطين وشعبها. كمان الفنانة منى زكي نشرت عبر حسابها فيديوهات بتوضح بيها جرائم إسرائيل في غزة، وعبرت وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل في كل خطوة تخطوها، حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجع حق، حسبي الله ونعم الوكيل على الوجع والظلم وقلة الحيلة اللي الواحد فيها. ده حقيقي طبعا، حسبي الله ونعم الوكيل. فنان تامر حسني كمان تضامن مع القضية الفلسطينية من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: اللهم عليك بالظالمين، اللهم سدد خطى المسلمين. وعلق تامر على الأوضاع في فلسطين واللي بيحصل فيها، وكتب بوست طويل وده جزء يمكن من اللي قاله. قال: في الوقت ده ناس كتير إيمانها بربنا ممكن يتزعزع أو ينهار ويقولوا: طب ربنا فين؟ مش هرد بالآيات والأحاديث عشان في ناس أحق مني يتكلموا بلغة الدين. وختم كلامه وقال: إن شاء الله هتشوفوا بعينكم أكبر رد من ربنا كما وعد في قرآنه الكريم. نهد السباعي بقى، نهد السباعي عملت حاجة جميلة جدا، نزلت فيديو وقالت فيه: أنا حبيت أوصل للناس بلغة تانية الرسالة، رسالة العالم العربي، رسالة الشعب العربي، الانتفاضة، الوضع في فلسطين، ماذا يحدث. عملت فيديو باللغة الفرنسية، لأن هو لو اتعمل بالعربية، وهي قالت كده، لو اتعمل باللغة العربية هيتشال.
وانه دلوقتي غزة اللي بيحصل فيها دلوقتي ان هي بتتعرض لجريمة، وهي جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية. الإسرائيليين مستمرين في قتل الأطفال والنساء وكبار السن وتفجير مستشفيات. كل اللي نقدر نعمله هو الدعاء ليهم وزيادة الدعم والمعونات، لأنهم بجد في أشد الحاجة في الوقت ده إن العالم يسمع فيه صوتنا، ومهم جدا إننا ننشر جرائمهم طول الوقت. دي برضو الفيديو ده أنا توقفت عنده جدا لأن هي كانت عاملاه باللغة الفرنسية. خلينا نروح نشوف جزء منه ونرجع نكمل معاكم. Mon équipe m'a dit que si je fais une vidéo en arabe, elle sera supprimée. Ce qui se passe actuellement à Gaza est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Les Israéliens continuent à tuer des enfants, des femmes, des personnes âgées. Et aussi, ils ont fait sauter un hôpital. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier. Prier pour eux. Essayer autant que possible d'augmenter le taux de donation parce qu'ils ont vraiment besoin. C'est le moment où nous devons faire entendre nos voix au monde. Et c'est très important de tenir le monde au courant par publier leurs crimes tout le temps. بأكتر من لسان وبأكتر من طريقة نقدر نوصل الرسالة. شفنا كمان ولاد الفنان أحمد زاهر، ملك وليلى زاهر، كانوا موجودين برضو في الهلال الأحمر وكانوا حريصين على المشاركة ويقدموا الدعم لفلسطين. نشرت ليلى فيديو كتبت عليه إحنا مش بس بندعم القضية، لأن القضية الفلسطينية هي أصلا قضيتنا كلنا. عشان كده النهاردة كنا في الهلال الأحمر المصري كمتطوعين في تعبئة الطعام والمستلزمات الطبية لإخواتنا في فلسطين. كمان شفنا أفخاي أدروعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي لما هاجم الفنانة أنغام من خلال حسابه على موقع تويتر بعد ما كتبت بوست قالت فيه ربنا ياخدك وريحنا من وشك يا رب. أمين أمين كل اللي قاعد دلوقتي وبيسمعني يقول أمين يا رب العالمين. يعني بصراحة للأسف يعني بيبان كده أن الناس اللي بتبقى شريرة أو الناس اللي بتبقى يعني صعبه ونفسيتها وحشه ورخمه كده ودمهم تقيل للاسف بيبقى عمرهم طويل، بس احنا بنتمنى من الله يعني مش بعيد على ربنا ابدا انه يعني ايه ينفذ امره قريب ان شاء الله. طبعا تدوينته اللي اشار فيها الكلام ده طبعا حصل من انغام، قالت له ربنا ياخدك ويريحنا منك. ده بعد تدوينته اللي اشار فيها للي بيحصل طبعا من وجهه نظر الجيش الاسرائيلي، من وجهه نظر الاحتلال الاسرائيلي. واتضايق جدا بقى ان هي قالت له ربنا ياخدك. ردت عليه انغام رد قوي قوي لما هو اتضايق، قالت له انت اسمك ايه بدون رقي ولا ادب؟ لانك ما تستحقش الادب لا في الكلام ولا التعامل. انا اسمي انغام، مطربه مصريه عربيه. عارف يعني ايه مصريه؟ يعني مصر، الرقي، الادب مع الرقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني. الإنسانية بريئة من أمثالك. الحقيقة فنانين كتير شاركوا وعبروا وبيحاولوا ينشروا فيديوهات وبيدعموا بيها الشعب الفلسطيني. كله بيحاول، كله موجوع، كله بيقدم اللي يقدر يقدمه، كل واحد بيعرف يعمل حاجة بيعملها، وكل واحد ما بيعرفش يعمل حاجة بيسأل يعمل إيه وبيعمل. كل الناس بتدعي، كل الناس ألمها على يعني ألمها ألم قلب واحد، القلب الفلسطيني اللي بينزف دلوقتي. فالقلب الفلسطيني ده هو قلب الشعب العربي، هو قلب المصريين كمان. بتكلم بقى عن المصريين، بتكلم عن أرضي وعن بلدي وعن أهلي. إحنا مش عارفين نتعامل، مش عارفين نعيش حياتنا، مش عارفين نتخطى الأزمة، وهنفضل معاكم لحد لما الأزمة تنزاح تماما وتتحل تماما إن شاء الله يا رب. النصر القريب ليكم إن شاء الله يا رب. ترجع أرض الزيتون، أرض السلام التي لم تنعم بسلام كثيرا على ما على ما على مر التاريخ. دايما دايما الأعداء التاريخ واللي موجودين على مر التاريخ، يعني الناس الأعداء والناس الأشرار والناس اللي عندهم أطماع، دايما عينيهم على فلسطين. يا رب تعود أرض فلسطين حرة، وتعود الحياة للشعب الفلسطيني يا رب. طبعا على مدار الأيام اللي فاتت حاسين بالألم والحزن
شايفين الأحداث اللي بتحصل. الجرائم يعني بنشوفها للأطفال يا جماعة. الجرائم وصلت، احنا بنتكلم كنا عن مستشفى المعمداني بس، في دلوقتي مساجد وكنائس بتتضرب. في كنيسة اتضربت أول امبارح، وفي مسجد اتضرب امبارح أو النهاردة. يعني من كتر القصف الواحد مبقاش عارف ايه اتضرب امتى. انتم متخيلين؟ يعني لو كانوا بحجتهم العبيطة اللي ما يصدقهاش طفل عنده 3 سنين ان ده صاروخ اتضرب ونزل غلط في المستشفى، اتضرب من 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 جهة حماس. طب واللي نزل على الكنيسة واللي نزل على المسجد واللي عمال بينزل دلوقتي منين؟ كلها صواريخ غلط؟ خلاص يعني ما بقوش عارفين يوجهوا الصواريخ عليكم؟ طبعا اللي بيحصل كان سبب ان الناس كلها تدعم وتساند اهل فلسطين، خاصه بعد حادث مستشفى المعمداني زي ما كنا بنتكلم. بدا يظهر كمان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير منهم. يعني احنا اتكلمنا عن الفنانين، انا دلوقتي بقى بتكلم عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وان هم البلوجرز والانفلونسرز وكل الناس دي، وكل حد بيعرف يتقن لغه بقى يتكلم باللغه دي، حتى لغة الإشارة، حتى لغة الإشارة بيوضحوا في فيديوهاتهم وبيبعتوا رسالة للعالم الغربي إيه اللي بيحصل بالظبط. شفنا يمكن فيديو بعنوان رسالة لأي شخص لا يدري ما يحدث في فلسطين، وده فيديو نشرته كنزي مدبولي باللغة الإنجليزية على إنستجرام، وحاولت توصل فيه مشاعرها اللي ظهرت عليها في الفيديو بدموع القهر والحرقة على اللي بيحصل. وفعلا في أقل من يوم كان الفيديو عدى 2 مليون مشاهدة. وكمان شاركها خطيبها فراس على صفحته بفيديو بيتكلم فيه عن الأحداث في فلسطين باللغة الإنجليزية. كمان شفنا ياسمين عبيد اللي قدرت أنها تحكي قصة الاحتلال من بدايتها، وده طبعا بطريقتها اللي تميزت بيها، وظهرت الفيديو وهي لابسة الشال الفلسطيني، وكمان اتكلمت باللغة الفرنسية عشان الفيديو يوصل على يعني أكبر وأوسع نطاق في الغرب. شفنا كمان عبير الصغير اللي بتقدم محتوى للأكل على إنستجرام، نشرت فيديو بتوضح فيه عدد الضحايا اللي بيزيد يوم بعد يوم، وعلقت على الفيديوهات دي باللغة الإنجليزية، ووصل الفيديو بتاعها لأكتر من 10 مليون مشاهدة. أما بقى عن لغة الإشارة، فشفنا سارة الجهري وهي بتتكلم بلغة الصم والبكم من خلال فيديو نشرته بعنوان اسمي فلسطيني. الفيديو وصل لأكتر من 3 مليون مشاهدة في 3 أيام. كمان عندنا إيمان حمدان اللي ظهرت مع بنتها في فيديو بعنوان أرجوكم ساعدوا غزة، واتكلمت فيه باللغة الفرنسية، وعرضت فيه لقطات من المجازر اللي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عدى الفيديو 1 مليون مشاهدة. شفنا كمان أسماء شريف منير اللي انضمت للمتطوعين بالهلال الأحمر المصري، ونزلت بوست وكتبت النهاردة أنا مع الهلال الأحمر المصري في الحملة اللي عاملينها، قلوبنا مع غزة، بنحاول نعمل أي حاجة علشان نساعد بجد، هما بيعملوا مجهودات رهيبة وبيساعدوا بطرق كتيرة. شفنا كمان مشاركة لارا بنت أسماء شريف منير، يعني حفيدة الفنان شريف منير. لارا بنت صغيرة على فكرة، بنت لسه طفلة، قدمت فيديو بتتكلم فيه باللغة الإنجليزية علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الغرب على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عايزة أقول لكم دي نماذج يا جماعة بسيطة جدا جدا، في غيرهم كتير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الناس العادية. كل بني آدم حقيقي، كل كائن حي، كل من هو عنده ضمير وقلب حاسس وعايز يعمل اللي عليه، عايز يعرف ازاي يساعد، عايز يعرف ازاي يقدم الدعم ولو بجزء بسيط. خلينا قبل ما هنروح نشوف جزء من فيديوهات كنز مبولي، بس عايزه اقول لكم انه يا ريت انتوا كمان تبقوا بتعملوا كده. انا متاكده من غير ما اقول لكم ان انتوا تكونوا بتعملوا كده، بس فعلا كل حد يقدر يقدم المساعده، يا ريت اللي يقدر من خلال السوشيال ميديا، اللي يقدر من خلال الانضمام للمبادره، اللي يقدر من خلال ان هو يتبرع للهلال الاحمر، بنك الطعام المصري، كل حاجه، اي حاجه تقدروا عليها اعملوها. خلينا نروح نشوف جزء بسيط كده من فيديوهات تضامننا مع اهالينا في غزه، ونرجع نكمل معاكم. To any person who doesn't know what's going on in Palestine, that means that your media is brainwashing you. What do you need more than pictures and videos
and sound, they bomb hospitals. They are literally doing everything wrong, everything forbidden. They kill children because they don't want any future to Palestine. They kill doctors because they don't want Palestine to hear. They kill journalists because they don't want the sound of Palestine to be heard. To everyone who's watching this video, please wake up. We need to do something. People are losing their homes, their family. Whole families are wiped off. We're seeing kids being braver than any of us. We are seeing a 6-year-old kid writing her will because she thinks she's not gonna see tomorrow. We are seeing young brother telling his younger brother to say al-shahada, which we say before dying in Islam, because he wants to make sure his little brother is going to heaven. I can't take this anymore. I don't think our hearts can take one more day of watching this. You shouldn't support this if you're only a Muslim. You should support this if you're a human being. We could go and fight ourselves and help them with our own hands. We would do without thinking. Just open the fucking borders. زي ما شفنا كده وزي ما بنشوف كل يوم من ساعة لما بدأت الأحداث الأخيرة، كل الناس متأثرة جدا، كل الناس قلوبها موجوعة جدا جدا جدا. عارفة ان انا قلت ده كتير قوي، بس عارفة برضو انه الإحساس مراحش، لسه قلوبنا موجوعة. عاوز اتكلم معاكم زي ما كنت بتكلم قبل ما نطلع نشوف الفيديو كده عن الدور الكبير اللي بيقوم بيه الهلال الأحمر المصري. شفنا زي ما شفنا كده الفنانين كتير نزلوا واتطوعوا فيه، وبدأ الهلال الأحمر المصري ومازال ومستمر في تجهيز المساعدات والاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية، بناء طبعا على احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني. في بيان الهلال الأحمر المصري قال إنه جاري التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، وجاري التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة. تقدروا تتبرعوا وتشاركوا أونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري www.egyptian.org، وكمان هو موجود قدامكم على الشاشة علشان خاطر أنا عارفة أن محدش هيلحق يكتبه ورايا، هيبقى موجود قدامكم على الشاشة وهينزل، هيكون موجود. كمان تقدروا تتواصلوا معاهم عن طريق رقم الخط الساخن بتاعهم 15-3-22. هقوله تاني، الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15-3-22. شفنا كمان الدور اللي قامت بيه مؤسسة مصر الخير تحت شعار مسافة السكة. انطلقت عشرات الحافلات لدعم أشقائنا في غزة وفلسطين، وركزت مؤسسة مصر الخير جهودها على المستلزمات الطبية العلاجية والأدوية والملابس الشتوية والبطاطين واللحفة طبعا، علشان ندعم أهالي قطاع غزة خلال الفترة دي ونساندهم. ومن ضمن المبادرات الإيجابية برضو مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية اللي أعلنت أنها هتوفر خدمات التلي ميديسن المجانية، وهتقدم استشارات طبية وإرشادات للإسعافات العاجلة عن بعد للمرضى والمصابين. قالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال على صفحتها: لو أنت من أهل غزة ومش قادر توصل للمستشفى أو لأقرب دكتور، ابعت للمؤسسة رقمك في رسالة نصية أو على صفحتهم على فيسبوك أو واتساب على الأرقام 010-6960015. أنا بقول الأرقام بالراحة عشان لو حد حابب يكتب الأرقام ورايا، وبرضو أكيد أكون ظاهرة موجودة قدامنا على الشاشة. من فضلكم برضو يعني ياريت تعززوا البوست ده لو حابين تعملوا بالأرقام دي وبالمحتوى ده بوست عندكم ويتعمل له شير علشان يوصل لأهلنا في غزة عشان نقدر إن احنا نساعدهم، ومرسال يقدر يساعدهم. أطباء مرسال هيكلموك فورا لما تبعت لهم أو لما تبعت لهم على الرسالة دي، ويقدموا لكم الإسعافات الطبية العاجلة. الحقيقة كلها مبادرات ومساعدات مهمة وإيجابية، نتمنى إن شاء الله إنها تساعد إخواتنا وأهالينا في فلسطين. ناس كتير قوي يا جماعة تبرعت بالدم، كل اللي سليم وكل اللي يقدر وشايف إنه دمه هيفيد، يعني ما فيش حاجة، ما عندوش أزمة أو ما عندوش مشكلة أو يعني كده، على طول يروح
يتبرع بالدم، كل اللي يقدر. على فكرة الهلال الأحمر ده مش للفنانين فقط، مش عشان نروح نتصور فقط، الهلال الأحمر ده لازم كلنا، كل اللي يقدر يروح ويساعد، كل اللي يقدر يستقطع من وقته يروح ويساعد، يروح ويساعد. حاجات كتير قوي قوي محتاجينها، محتاجين أيادي كتير تشارك في الدعم ده علشان خاطر نقدر نوصله بأسرع وقت ممكن لأهالينا في غزة، لأنهم طبعا في أمس 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 الحاجة لكل حاجة ممكن تعدي من خلال معبر رفح عن طريق مصر. كل الشكر لكل مؤسسة وكل فرد بيحاول إن هو يساعد ويشارك حتى لو بجزء بسيط. أكيد كل مبادرة بتفرق، ودايما المصريين واقفين في ظهر اخواتهم، وده اللي معروف عن مصر. مصر ام الدنيا وام الوطن العربي كمان بالذات، فاكيد يعني مصر من اوائل الناس ومن اوائل الشعوب اللي دايما بتكون واقفه على قلب رجل واحد في الظروف الصعبه اللي بتكون زي دي. زي ما اتكلمنا معاكم النهارده على دور المراه الفلسطينيه وقد ايه هي بتعاني سنوات طويله. يمكن الست الفلسطينيه يا جماعه ده ست، يعني بقولها الست المصريه طبعا، ست من حديد. الست الفلسطينيه دي من حديد الحديد الحديد، من الحديد اللي هو الفولاذي. ست بتعاني بقى لها سنين طويله، ست بتخلف وعارفه ان ابنها ممكن ما تشوفوش كبير، ما يكبرش. ست بتخلف للقضيه، للدفاع عن البلد، بتجيب رجاله وتربي رجاله وتقوي رجاله. عانت كتير من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنين اللي فاتت، واللي كان سبب في حرمانها من أفراد عائلتها زي ما قلنا، جيرانها وحبايبها. ده اللي خلانا نشوف الفنان الفلسطيني سليمان منصور وهو بيجسد المرأة وبيبرز دورها في لوحات فنية. واللي ما يعرفش سليمان منصور هو واحد من الرسامين الفلسطينيين المعاصرين اللي بيحاول دايما أنه يعبر عن دور المرأة في لوحاته طبعا، وعن طريق لوحاته دور المرأة الفلسطينية عن طريق لوحاته. شفنا لسليمان لوحات بيعبر بصريا عن مفهوم الصمود الثقافي، وده اللي أشارت ليه الفنانة والباحثة الفلسطينية سامية حلبي على إنه جزء من حركة الفن التحريري، واستشهدت بأعماله دلوقتي اللي هنعرض مجموعة منها دلوقتي. يمكن شايفين أهو جزء من رسوماته وأعماله اللي رسمها، واللي بتناصر المرأة الفلسطينية وبتجسد صلابتها وبتجسد قوتها. عنده أكتر من لوحة فنية بتوصف المرأة الفلسطينية في أكتر من شكل وفي أكتر من مكان، وبتدي أكتر من معنى، ولكن كلها معاني واحدة، معاني الصمود، معاني الوطنية، معاني التضحية، معاني الست. الست، الست اللي بتقدر تدي، الست اللي بتقدر تحتوي، الست اللي بتربي، الست اللي بتخلف الشهداء. كمان شفنا لوحة فنية تانية الفلسطينية برضو من اللوحات اللي شفناها، لوحة تانية شفناها الفلسطينية قاعدة كده جنب بيتها أو بتجلس جنب منزلها يعني، وفي إيدها حمامة بيضة زي ما احنا شايفين كده، تشير طبعا إلى السلام اللي بنتمنى إنه إن هو يحل على فلسطين، واللي هي بتتمنى إن هو يحل على بلدها. طبعا الرمز الفلسطيني الحمامة البيضاء وغصن الزيتون، دمرته الكيان الصهيوني، دمر كل ما هو جميل، ولكن مش للأبد، مش هيحصل للأبد. خلينا نرجع تاني للوحات. كمان في لوحة فنية لخريطة فلسطين والمرأة بتظهر فيها بزينتها التقليدية المعروفة. وآخر لوحة شفناها المرأة الفلسطينية وهي رفع علم فلسطين وسط الصحراء علشان يوضح ويبين قد إيه المرأة صامدة أمام العدو، ودايما بتدافع عن وطنها وأرضها. حقيقة صور جميلة جدا، معبرة جدا، ومن هنا دايما بنقول إن ده دور وقيمة الفن اللي بنستخدمه علشان نقدر نوصل ونعبر بيه عن رسالتنا، وهو ده أكبر مثال للفن المؤثر والهادف للتعبير عن دور المرأة، ودور المرأة طبعا في كل مختلف القضايا وبالذات القضية الفلسطينية. كمان معانا حاجة تانية كنا عايزين نتكلم فيها بقى من الحاجات الإيجابية الجميلة اللي شفناها خلال الأيام اللي فاتت، إن المجلس القومي للمرأة أعلن عن تخصيص جائزة تقديرية بعنوان جائزة الإعلامية طبعا شيرين أبو عقلة.
الشهيدة شيرين أبو عقلة، رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق، وده تكريما طبعا لذكراها. الجائزة دي بتستهدف وبتخص تكريم الإعلاميات العربيات الناشطات في مجال التحقيق الاستقصائي، واللي قدروا انهم يساهموا في نشر قضايا الانسان والمجتمع، وكمان تاكيد على الدور المهم للصحافه الاستقصائيه في ترسيخ حق المساءله وتعزيز حريه التعبير وتوصيل الحقيقه للراي العام. وفي مجموعه من الشروط خليني اقولها لكم علشان خاطر لو في حد حابب يتقدم للجائزه دي. خدوا بالكم انا قلت قبل كده ان هي الاعلاميات العربيات. اولا لازم تكون الاعلاميه مصريه الجنسيه، لازم يكون عندها خبره في مجال التحقيق الاستقصائي. الاوراق اللي هتكون مطلوبه منها هي سيره ذاتيه، الوظيفه الحاليه مدعمه طبعا بالاوراق، صوره من البطاقه الشخصيه وكارنيه النقابه. كمان مطلوب من اللي هيقدم انه يرسل ليهم الاعمال السابقه وتكون بجوده عاليه وفيها الروابط الإلكترونية، يعني لينكات، نبعت لينكات من شغلنا. كمان تذكر الجوائز اللي حصلت عليها الصحفية المرشحة عن هذا المجال. والجائزة التقديرية هتكون عبارة عن جائزة شيرين أبو عقلة هتكون عبارة عن درع، هيكون عبارة عن درع، درع أكيد طبعا مكتوب عليه اسم الجائزة. حاجة حلوة جدا جدا وحاجة جميلة على الصعيدين، على صعيد تقدير المرأة ودورها في التحقيق الاستقصائي طبعا والصحافة. والدور التاني أو الحاجة التانية الحلوة جدا في الموضوع ده وهو إحياء ذكرى شيرين أبو عقلة، واللي هيكون سنويا موجود في مصر عن طريق طبعا الجائزة دي. شيرين أبو عقلة حكاية، انتوا متهيألي عارفينها وفاكرينها، حكاية هنحكيها لكم بكرة. ايه رايكم نحكي لكم بكره، نحكي لكم حكايه شيرين ابو عقله بكره، لان هي ست برضو يعني شهيده وكانت بتادي دورها وكان ليها مواقف لا تنسى واثرت في الناس كلها لما استشهدت قدام العالم برضو كله واللي سكت. فهنتكلم عنها بالتفصيل، هنبدا يعني احنا اسبوعنا يعني دلوقتي هنبقى مهتمين قوي قوي بالقضيه طبعا الفلسطينيه والمراه الفلسطينيه على وجه التحديد. طبعا انتشر بقى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت صورة لوصية طفلة فلسطينية. البنت اسمها هايا، بتقول فيها انها بتمتلك من الفلوس مبلغ حوالي 45 شيكل، وانها قسمت فلوسها على والدتها وافراد عيلتها من خالتها وخلانها، ووزعت العابها على اصحابها ولبسها لبنات عمها. طفلة صغيرة يا جماعة بتقسم، كاتبة وصيتها وبتقسم تركتها. قالت لك لو اتبقت اي لعبه وزعوها على الاطفال، ووصت ان الجزم بتاعتها او احذيتها يعني تتوزع على الفقراء. حاجه تقطع القلب، اطفال فلسطين بيشيبوا قبل ما يوصلوا لعمر الطفوله، بيشيبوا من وهم رضع، يعني حاجه صعبه جدا جدا. جمل معبره من الحزن كانت مصاحبه للشير في الوصية دي. أطفال فلسطين بيدونا دروس، بيدونا دروس في الصلابة والجلد، بيدونا دروس في الشجاعة، بيدونا دروس في حاجات كتير قوي يا جماعة. يمكن رحمة في أول فيديو كانت بتقول أنا واحدة كبيرة وده كلامنا وكلامنا كلنا، إحنا ناس كبار. واحد لما بيسمع ساعة العيد صاروخ، لما صاروخ بيولع، صاروخ اللي هو بتاع العيال الصغيرة ده، ولا بومباية ولا أي حاجة من الحاجات بتاعت العيال اللي بتلعب بيها، الواحد بيتنفط كده. ما بالكوا العيال بتصحى بالليل الساعة 2 على صوت أكيد رهيب، أكيد ما بيتوصفش، بنسمعه من عند حدودنا من هنا من مصر. موضوع رهيب وصعب. أتمنى من الله إنه أكيد أكيد ده اللي هيحصل، يعني إنه في النهاية النصر للفلسطينيين، سيدات ورجال وأطفال وشيوخ. القضية الفلسطينية باقية ولن تنمحي من الذاكرة، مش هتتمحي من ذاكرتنا ومش هتتنسي ومش هتهدى شوية، مفيش الكلام ده، مفيش. هتفضل باقية وصحية لحد ما يتحقق السلام والحرية لشعب فلسطين على أرضه. فلسطين أرض السلام، أرض الزيتون. النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا فقرة مهمة
هنتعرف فيها أكتر عن المرأة الفلسطينية وكفاحها وصمودها ودورها العظيم في القضية الفلسطينية، زي ما قلنا واتفقنا أن احنا هنتكلم في الفترة دي عن دور المرأة الفلسطينية. وطبعا هينورنا في الفقرة دي ضيفات فلسطينيات، المفروض أن هم كانوا ثلاثة على فكرة، هم ثلاث فلسطينيات. احنا كان معنا احدى الضيفات منهم، للاسف تم فقد عائلتها كلها لانه تم قصف بيتها النهارده الصبح، النهارده الفجر صباحا يعني بدايه ساعات الفجر تم قصف بيتها، فقدت اهلها كلهم، ما قدرتش طبعا انها تيجي عشان يمكن يعني الواحد مش عارف يقول ايه، الواحد مش عارف يعزي ازاي ويعزي مين ولا مين ولا مين. موضوع كبير يا جماعه جدا، لما يبقوا الاهالي قاعدين هنا اللي منهم موجود في مصر ومش عارفين يطمنوا على اهلهم هناك، ومتاكدين ان لو ما كانش بيتهم اتقصف فهو عليه الدور يتقصف، الموضوع صعب جدا جدا. احنا الستات اللي معانا النهارده هنتكلم معاهم، طبعا هنرحب بيهم، نعرف قصصهم وصمودهم وكفاحهم وشجاعه المراه الفلسطينيه. خلينا نروح لفاصل ونرجع اتعرف معاكم ونتعرف كلنا على الستات الفلسطينيات اللي هيكونوا منورينا في الفقره. نروح لفاصل سريع ونرجع معاكم. بنشوفها كل يوم من يوم 7 أكتوبر، ويمكن من قبل 7 أكتوبر بنشوف من قبل كده في السنين اللي فاتت يمكن حاجات كده منفردة، ولكن برضو كانت قاسية. مفيش حاجة تضاهي بقى القساوة اللي احنا شفناها دلوقتي أو القسوة اللي احنا شايفينها دلوقتي واللي بيحصل دلوقتي. الست نص المجتمع، الست اللي شايفة كل ده المتحملة كل ده هي نص المجتمع ومسؤولة عن النص التاني. دي مش مجرد مقولة، دي حقيقة واقع وملموس، لأننا بنشوف دور الست والمرأة في كل الأوقات، بنشوف بصمتها الواضحة للدنيا كلها. ومع الأحداث اللي بتحصل حاليا في فلسطين لازم نتكلم عن دور المرأة الفلسطينية، صمودها، دعمها، التضحيات الكبيرة اللي بتقوم بيها طبعا على مر التاريخ، عشان نعرف أكتر عن الدور العظيم اللي بتقوم بيه المرأة الفلسطينية. منورنا في الاستوديو الأستاذة ندى عبد الرازق، مسؤولة لجنة الإعلام باتحاد المرأة الفلسطينية، أيضا الأستاذة سونيا عباس، مسؤولة اللجنة الثقافية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والأستاذة نجوى أقطفان، إعلامية فلسطينية، وطبعا سيدات فلسطينيات حتى النخاع. أهلا وسهلا بيكم طبعا. أهلا بيك. منورنا، وكنت أتمنى أني أتشرف بمقابلتكم في ظرف أحسن من كده بملايين السنوات الضوئية. كنت أتمنى أن أنا يعني أستاذة ندى، بعيد الكلام، أتمنى أن أنا كنت أقابلكم في ظرف أحسن من كده بكتير يا أستاذة ندى. إن شاء الله. طبعا الوضع صعب جدا والمأساة كبيرة، وما فيش أي حاجة تضاهي اللي احنا شايفينه ده، ويمكن ما فيش برضو حاجة بتطيب الألم شوية قد ما احنا شايفين المساعدات من طبعا يعني الشعوب العربية وخاصة من مصر. عايزة أعرف في البداية، كلموني عن القوافل اللي دخلت لدعم أخواتنا في غزة، كلموني عن القوافل اللي دخلت لدعم أخواتنا في غزة. هو المفروض أنه كان في امبارح 20 قافلة دخلت الحمد لله، بس أنه كلها كانت مواد غذائية وطبية. وكمان مستلزمات طبية. طبعا احنا كان شعبنا هناك بالداخل كان بيتمنى انه عنا مشكلة بالوقود، وعشان موضوع كمان المستشفيات، لان المستشفيات عنا بتعاني من نقص الوقود ان هي تقدر ان هي تستمر. يعني في عمليات جراحية تمت على كشاف جوال، فهذا كان من أسوأ الامور اللي طبعاً ممكن انه احنا نمر فيها بغزة.
ونفذ البنج كمان. مفيش بنج، مفيش بنج، لا كان طبعا مفيش مفيش. فيمكن يعني ممكن تحصل 0.2% من المستلزمات اللي محتاجها القطاع في هاي الوقت. احنا محتاجين اكتر من هيك بصراحة بالنسبة طبعا للاشياء الخاصة بالمستشفيات. وقود، احنا داخل كمان علينا شتاء، مش عارفين كيف ممكن اهالينا هناك بالخيام، خيام الايواء اللي عملتها الامم المتحدة الأونروا، هي غير مؤهلة اصلا لانه حدا يعيش فيها. طبعا انت على الارض، مظبوط، غير مؤهلة للاجواء ولا للبرد ولا فيها اي نوع من انواع الحماية او الحياة الادمية. لا وانت داخل عليك شتاء، في كتير نواقص يعني، ما انت عندك اطفال. يعني احنا هناك في غزة في مشكلة بالمياه اصلا من يوم، من وقت لما قطع الاحتلال المية على قطاع غزة. احنا بنمر بمشكلة انسانية كبيرة، بأزمة انسانية كبيرة. طبعا. انت عندك الاطفال فيش مياه، كانت في الاول في بداية الايام احنا بقيت المياه المعدنية بيتم الحصول عليها، وكل واحد لازم يحافظ على الإزازة اللي معه. مظبوط طبعا، ما ينفعش يهدر فيها ولا نقطة. طبعا تخيلي كيف موضوع النظافة الشخصية، انت ما فيش مية. في بعض العائلات التجأت ان هي تشرب من مية البحر اللي هي اصلا مش نظيفة. تخيلي كيف الامور طبعا وصلت لوين، غير صالحة. اليوم المفروض على سماعي الصبح، يعني على اخر الاخبار اللي انا سمعتها الصبح، انه في 17 شاحنه راح تدخل برضه مستلزمات طبيه ومواد غذائيه. واتمنى ان يكون في بعض الاشياء البسيطه اللي يحتاجها الشعب كبطاطين، انه هو يعني يتدفى فيها في الوضع هذا، لانه برضه كمان الجو هذا بالليل بيكون برد. مظبوط، عندك اطفال صغار. وفلسطين او غزه ابرد من عندنا على فكره، يعني البلد ابرد من احنا من جو اسكندريه الى حد ما. بالظبط بالظبط، فالجو هلا بيكون شوي بالنهار دافي، بالليل بيكون الدنيا برد. انت عندك اطفال صغار، بتقدريش ان انت تقصري معهم. وهذا من الشغلات اللي بتوجع الام طبعا، ان هي مش عارف يعني كيف ان هي تحمي ابنها، تدفيه، توفر له أقل شيء ممكن هي توفر له إياه زي الأكل مثلا. يعني فاهمة كيف؟ يعني إحنا في كتخزين الست الفلسطينية دايما بنحاول نحن نخزن بعض المواد الغذائية في الثلاجات وهيك، هذا في الأوقات اللي كانت فيها الكهرباء تمام، لما كان في ثلاجات، لما كان في كهرباء. هلا مع تدمير البيوت الناس طلعت من ولا شيء، بالضبط ما حاش شيء، يعني هي بالاواعي اللي عليها، بالشنطه اللي معاها وثائق ثبوتيه لإلها ولعائلتها بس. يعني اعتقد ان كل شعب غزه يمكن من قبل اللي بيحصل ده هو دايما مجهز نفسه لحاجه زي دي. يعني دايما هتلاقي الام في شنطتها فعلا الاوراق الثبوتيه ليها ولاولادها، صح ولا يعني صحيح. الام الغزاويه او الام الفلسطينيه بتكون عايشه ازاي؟ استاذه سونيا تفضل. الام الفلسطينيه يعني طبعا الظروف، يعني بغض النظر عن هذه الاحداث المروعه اللي احنا بنتكلم، يعني انا بتكلم على الام الغزاويه وهي عايشه في غزه وكل شويه مهدده. عموما من متابعات النكبة والتهجير واللجوء والتشرد والحصار والحروب المتتالية خلق من المرأة الفلسطينية صمود الشجاعة والقوة والصلابة، وخلق منها كيف تكون هي تحتوي عائلتها وكيف تعرف تتصرف في مواقف الحرب وكذا. طبعا في غزة دائما المرأة الفلسطينية محصنة نفسها ومجهزة انه هي متعرضة قصف، متعرضة للظروف هاي، فمجهزة دائما الأوراق الخاصة بتبقى جاهزة بشاشتها. حتى في داخل القطاع أو حتى في مناطق الثانية، حتى بالضفة، حتى بيبقوا عاملين حسابهم إنه إحنا تحت، لما خاصة لما يكون في توتر أو بيكون في مواجهات، فبتبقى المرأة الفلسطينية جاهزة لو في مداهمات، في اعتقالات، في دخول الجيش أو تحت القصف داخل غزة وداخل الحصار. فهي الأم الفلسطينية يعني الصمود الأسطوري اللي هي فيه يعني مختلف تماما، ملوش مثيل ويدرس، مش قادرين نوصف
نوصف خالص الست والأم في كل مكان في أي حتة في العالم. تبقى شنطتها دي لو عندها أطفال شنطتها يبقى فيها شوية حلويات، فيها أكل للولاد، إزازة مية، مش عارف عشان إيه. الست الفلسطينية في شنطتها دايما ورقها، ورق ولادها وحاجات علشان خاطر لو حصل حاجة بالظبط تكون جاهزه. تلاقيهم لابسين الاسدال الصلاه اغلبهم او الجلاليب على طول حاجات سهله يلبسوها وياخدوا شنطتهم ويمشوا. يعني لازم بالذات الست لازم حاجه تستر جسمها على طول، لابسه حاجه اواعي الصلاه. احنا معانا فيديو بيوضح يمكن الكلام اللي احنا بنقوله ده. انا عايزه الناس تشوفه وتشوف بنفسهم، لان هو طبعا متشير كتير على السوشيال ميديا ازاي الست الفلسطينيه بتكون مجهزه شنطتها. جاهزين بداير الصلاة خصوصا الفتيات، والرجال بيكونوا لابسين لبس يعني ملائم لانه لا سمح الله صار اي تصعيد. وايضا بيكون حاجة جدا معنا مهمة شنطة السفر، لا عفوا شنطة الطوارئ الخاصة فينا. خليني افتح لكم اياها زي ما بتشوفوا التوتوريال تبع شنطة السفر، خليني اوريكم شنطتنا الطوارئ ايش بيكون احنا فيها حاطين. ممكن يكون عندكم بعض الفضول. هاي شنطة الخاصة اللي أنا بحملها معايا وقت التصعيدات، وإن شاء الله ما نضطر نطلع فيها. أول حاجة بيكون معايا كشاف للضوء، التمر لا سمح الله يعني أحيانا نكون في أماكن ما إحنا مش ضامنين الأكل بيكون معنا التمر. هويتي الشخصية، سامحونا على الصوت لأنه ما في مجال إني أنا أضبط وأعمل لوكيشن للصوت. وهي الرف الثاني الأدوية، مثلا سمح الله الإسعافات الأولية بحطها في هاي الشنطة الصغيرة، الكلينس، بعض الأغراض الشخصية والأوراق الشخصية تبعتنا كلهيتنا، الكواشين، الشهادات، الأمور الرسمية اللي إحنا بنحتاجها عشان ما نضطرش لا سمح الله لو نروح نعملها مرة تانية إذا قصفت أي البيوت. هاي هي الأغراض اللي أنا باخدها معايا وقت القصف. زي ما شفنا معاكم كده الوضع قد إيه صعب، قد إيه الست بتتكلم بمنتهى الثبات، عارفة إيه اللي بيحصل وإيه اللي ممكن يحصل. ثبات وصمود ما بنشوفوش في أي مرأة في العالم. نوع من أنواع السيدات، أنا أعتقد أنه ده يعني معدن نفيس جدا جدا جدا. الست الفلسطينية معمولة من معدن نفيس جدا جدا جدا، ويمكن ربنا منزل في نفسها السكينة والصلابة والقوة اللي تخليها تقدر أنها تحتوي ولادها وقت القصف، تمسكهم وتطلع تجري بيهم وشنطتها على ظهرها. اللي بتشوف اخواتها وابوها وامها وعائلتها غرقانين في دمهم او بيروحوا قدامها كل يوم تتحمل وبتتماسك علشان القضيه. الكلام عن المراه الفلسطينيه ما اعتقدش ان هو ممكن ابدا يخلص او ينتهي. حابه اعرف اكتر برضو عن حاجات تانية ممكن المراه الفلسطينيه بتكون بتجهزها او بتحضرها او بتزرعها في ولادها كمان في الاوقات اللي زي دي. اتفضلي يا استاذه ندى. المرأة الفلسطينية من كتر المذابح اللي هي شافتها وشافت ان هي بنت شهيد، ام شهيد، اخت شهيد، فهي متحملة المسؤولية وربت ولادها ان هي يتحملوا معاها المسؤولية. لان هي لو ضعفت يعني الشعب كله ممكن يتأثر، لان هي عماد الشعب. فانت لما بتيجي بتبص ان الام الفلسطينية يعني احنا واخدين قوتنا منها، يعني الاحتلال لما بيجي بيضرب في الام الفلسطينيه، في الست الفلسطينيه طبعا. شايف ان هي صامده الام الفلسطينيه اللي بتنجب اطفال، يعني هو شايفها ان هي ارض خصبه لانجاب فدائيين بالزبط. لانجاب شهداء بالظبط. فالمراه الفلسطينيه مش عارفه اقول يعني هي مستهدفة، هي جنة ليها سيدات مستهدفين دائما. معقول دائما بيكون الفكرة كلها بالاحتلال انه هذه الست اذا بتضلها عايشة بتضلها تجيب اطفال بيطلع الجيل. يمكن ده اللي انا كنت بقوله في الانترو، انه الست الفلسطينية بجد يعني ما شاء الله وربنا يديها دايما الصحة كده، انها
تخلف وتخلف بدل العيل أربعة وخمسة ويمكن أكتر. خمسة قليل. وأكتر أكتر من كده كمان. وربنا حباهم الحمد لله الشعب الفلسطيني برضو. دي أعتقد إن دي نعمة من نعم ربنا إنه أكتر خلفتهم بتبقى من الذكور علشان يبقى فعلا في فدائيين، هي اللي بتخلف الفدائيين. هذا كمان يعني إحنا لاحظنا بهاي الحرب إن كل الاستهداف للجيل الجديد للأطفال. أنت متخيلة عمر يوم وأسبوع وسنة وشهر، أطفال زي هدول إنه أنت لإيش بدك تستهدفهم؟ هو محاولاته دايما الاحتلال إن هو يقضي على النسل الفلسطينيين لحتى يبطل فيه حدا يطالب بحقوقه، لحتى يبطل فيه حدا يطالب بأرض فلسطين، إنه خلص بطل إلها شعب. مش هو بيقول لك أرض بلا شعب؟ من وين لوين أرض بلا شعب؟ أنا والدي مواليد 44، الله يعطيه طولة العمر يا رب. يعني من قبل الاحتلال ما يجي علينا، هو امتى كان موجود الاحتلال؟ هو اجى غصبا عنا بال 48. الام هي كل حاجه، هو اجى غصبا عنا في ال 48. فهو بيحاول طول الوقت انه هو يقضي علينا. حتى الممارسات اللي هلا بيعملها بغزه هو تمام. قضاء كامل واباده كامله للشعب وزجه ناحيه الحدود. طيب أنا عايزة أسأل برضو أستاذة سونيا، الفيديوهات للأطفال الفلسطينيين اللي طبعا بنشوفها، وهم عندهم برضو الأطفال بقى الفلسطينيين اللي عندهم الصبر والإيمان، يعني بصراحة الواحد يمكن كمان في كام يوم اللي فاتوا دول قلبه عصر عصر على الولد اللي بيلقن أخوه الشهادة، على الولد اللي بيقول بدي يوسف، وعلى الولد اللي بيقول كمال. أنا كنت سامع كمال عايش والله عايش. الولاد قادرين على ده إزاي؟ الولاد إيه اللي اتربوا عليه أو إيه اللي اتحط فيهم؟ إيه اللي اتقلوهم علشان يبقوا بالقوة دي؟ اتربوا إنه على الحق، اتربوا على الأرض، وتربوا على الوطنية، وتربوا ان هم عارفين عدوهم مين وعدوهم بيعمل فيهم ايه، واحنا ازاي بندافع عن ارضنا، ودي ارضنا وما نقدرش يعني لا يمكن نسيبها او نستغنى عنها. فهم الطفل ال- 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 الام بتربي في اولادها يعني بتعلمهم حب فلسطين، حب والقوه والصلابه والايمان. اهم حاجه الايمان، ان احنا مؤمنين ان ده حقنا، وان الموت ده مش نهايه المطاف، لا احنا عند ربنا احياء. العاب الطفل الفلسطيني عامله ازاي؟ بيلعب بايه؟ مش ملهي كده زي الولاد اللي عايشين في الامان بالبلاي ستيشن بيلعبوا احيانا بيمثلوا ان هم شهداء. احيانا بيغنوا اغاني العاب الاطفال الفلسطينية، اغاني الوطنيه والفدائيه، وبيقعدوا يرددوها. ممكن يمسك المسدس ويقول اللعبه، يقول انت يهودي، انت صهيوني، انت عدونا، ويروح يطخه. فهي هذه الالعاب بيتربوا عليها، وده شيء طبيعي، لانه هم في جو الالم والحصار وفقد الاب وفقد الجد وفقد العم والخال، وبعد كده بقى بيشوفوا قدامه. تخيلي انت الطفل اللي خلينا نقول الاطفال اللي هم لسه ترضع او اللي بيرجف، ده لسه صغير حبيبي. ده محمد ابو لولي ده حبيبي، ده مشروع مقاوم خلاص على طول كده. انا شفت يعني وعصرت الموضوع ده، هيكبر ازاي؟ هيكبر وطني يدافع عن ارضه بالتاكيد طبعاً. ده احنا بنقول في غزه، لكن هي كل فلسطين، كل الاطفال في جميع مناطق فلسطين من البحر للنار بيتربوا على حب فلسطين والوطنيه والمقاومه. والكيان الصهيوني فاكر ان القضيه هتتنسي، وانه لما هيشغلوهم وهيفضلوا يخترعوا في حاجات ويعملوا حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا، ومش هتنسى هتتنسي القضيه، وان الاجيال الجديده هتطلع مش عارفه ومش مدركه. لا، الاجيال الجديده عارفه ومدركه وشايفه، وانتوا بتاكدوا عليهم باللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده، ان لا يمكن القضيه الفلسطينيه تتنسي. فيديو لطفلتين شفناه وبرده على السوشيال ميديا، وقد ايه كلامهم كان سكينه في القلب. تعالوا نروح نشوفه. صدق يا عم، كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب، وأنا بابا شهيد قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين عزمان بابا. بس هلا كل شي خرب، صار بابا محل ونحن بمحل. يا عم ونحن شو زنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عندي عندهم أب، هيك عايشين ولا متنا؟
طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل هو وبرده؟ طبعا لا جزر من هنا كل الأولاد اللي عند الأمهات عطولها بيناموا عطولها بيناموا بس يعني زي ما شفنا كده معاكم الفيديو للبنتين بتسأل يا عمو يا كل الأطفال بردانة زينا كده حاجة مش لا يصدقها قلب بشر أو عقل بشر. أنا مش عارفة الناس دي معمولة من إيه والناس اللي بتصدقهم معمولين من إيه. حاجة كمان من الحاجات اللي حصلت ويمكن اتكلمت عليها قبل ما نبدأ فقرتنا مع السيدات العزيزات على قلوبنا اللي موجودين ومنورينا دلوقتي انه كان عندنا ضيفة النهاردة برضو هتكون معنا مع الستات اللي منورينا وهي زينب سليمان صحفية فلسطينية. زينب كانت جاية النهاردة وكانت هتبقى ضيفتنا هنتكلم معاها ولكن صباحا الفجر تم قصف بيتها اللي موجود في غزة في قطاع غزة وللأسف استشهد أهلها جميعا. اسمعوا كده الفويس اللي بعتته لزميلتنا في فريق الاعداد خلود ونرجع تاني. الو صباح الخير بعتذر منك يا خلود عن البرنامج النهارده يا هدر وعيلتي كلها استشهدت مضلش حد بعتذر منك. الو صباح الخير بعتذر منك يا خلود عن البرنامج النهارده يا هدر وعيلتي كلها عيلتي كلها استشهدت مضلش حد بعتذر منك. احنا اللي بنعتذر منك واحنا ما بنعزيش في الشهداء ما بنعزيش في الشهداء. الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. العالم كله بيعتذر منك يا زينب. العالم كله بيعتذر من الشعب الفلسطيني والاطفال الفلسطينيين اللي بيفقدوا حياتهم واللي بيفقدوا اخواتهم وابائهم وامهاتهم وعيلتهم ودنيتهم وارضهم وبيوتهم اللي بيفقدوا امانهم واحلامهم وطفولتهم. احنا بنعزي من كل قلوبنا وقناة اي تي سي كلها بتعزيك يا زينب. كل الناس كل الشعب المصري كلنا بنعزيكي وبنعزي الشعب الفلسطيني. يمكن انا قلت في الاول احنا ما بنعزيش في الشهداء علشان هم احياء عند ربهم يرزقون عشان هم دول اللي احنا عايشين بشجاعتهم ودمهم هو اللي هيفضل بيحيي وبيروي القضية الفلسطينية. ولكن برضو لابد وان يقف كل المهازل دي ان تقف كل المهازل دي المهازل الوحشية والجرائم الوحشية دي جرائم حرب دي مش حرب. وارجع تاني لضيوفي الأستاذة سونيا والأستاذة ندى والأستاذة نجوى. اللي حصل لزينب أعتقد حضراتكم يمكن برضو كنتوا عارفين وعارفين زينب أنها كمان كانت هتكون معانا النهاردة. زينب بنت عايشة هنا في مصر صحفية وأهلها كانوا موجودين في القطاع. من بداية الأحداث كان إيه اللي بيحصل وكانت إيه الأخبار اللي كان ممكن بتقولها لكم عن اللي بيحصل هناك أو اللي أهلها شايفينها هناك وبتنقلها هنا؟ هاي أنا بدي أحكي لك نفس الوضع اللي فيه زينب وأهلها هو نفس الوضع اللي إحنا كلنا عايشينه. طبعا أكيد أكيد أنا عندي بقية عيلتي كلها هناك في غزة وبنتواصل وأصحابي اللي بيعزوا على قلبي اللي هم يعني قطعة مني إحنا طول الوقت بنتواصل معهم بمسجات فيش اتصال طبعا كل 3 4 5 أيام وممكن يكون أكتر لما بيردوا عليكي. من بعض الشخصيات اللي كلمتني أنا اتصلت على حد قال لي أنا عيلتي كلها تحت الركاب. كمية الصبر وكمية القوة اللي كان بيكلمني فيها هذا الشخص أنا بقيت مستغربة قديش إحنا بنستمد قوتنا منهم. طبعا والله إحنا بنستمد فعليا قوتنا منهم. الكلمة اللي بيردوا علينا فيها بتعيشنا. إحنا عايشين. إنه إحنا عايشين. بتوجع الكلمة دي على فكرة. بتحسي قديش هي زي السكين في قلبك. هي قد ايه على قد ما هي مش بس احنا عايشين وبنطمنكم علينا لا احنا عايشين لحد دلوقتي. ايوه بالظبط لسه عايشين لسه عايشين لحد قاعدين منتظرين الدور. الوضع خطير عنا الوضع طول الوقت ضارب. انا لسه كنت قبل ساعه بتكلم مع حد برضه هناك في القطاع بالعافيه لما عرفوا ان هم يشغلوا نت
برضو طمني الوضع تمام، بس انه مش زي ما انتوا بتشوفوا على الشاشة، الوضع أسوأ أخطر طبعا وأسوأ. وأخطر بكتير، بيكلمني وصوت الضرب حواليه، وأشرس بكتير صوت الضرب حواليه. أستاذة سونيا، أهلك برضو في ليكي أهل أكيد هناك، لي أقارب ليكي أقارب هناك نفس الوضع ونفس الحال بالضبط، هي الرسالة بتاعت إحنا عايشين كلهم عايشين. نفس كلهم فينا نفس الرد، نفس فينا الشيء. نفس فينا نفس قاعدين إحنا دلوقتي مش عارفين بعد ثانية بعد دقيقة هنرجع نشوف الأخبار مين، والبيوت بتقصف والناس فيها، امال التحذيرات وامشوا وروحوا الجنوب وروحوا مش عارف كل اللي بيطلع، هم اصلا يعني بيقولوا لهم روحوا المكان اللي هم هيضربوه، يعني بيقولوا لهم روحوا هنا، بيجمعوهم في حته معينه بيضرب. عشان يضربوا يخلصوا من اكبر قدر ممكن، اكتر من قذفوا وواقف عليه طوابير البيوت، لو هم بعتوا تحذير ما فيش، هم بس بعتوا التحذير واضربوا على طول، بس الاسم ان هم بعتوا تحذير. يا رب اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب ملناش غيرك في الكارثه الانسانيه دي، اكيد ربنا ما يرضيهوش كل اللي بيحصل ده، وهنشوف هنشوف. ويمكن من الحاجات اللي شفناها وتاثرنا بيها قوي، فيديو انتشر على السوشيال ميديا والناس كلها شيرته، وجع قلب الناس كلها، طبيب واقف في الطوارئ بيعالج الناس وبيعالج الحالات اللي بتجيله، وفجاه لقى عيلته داخله عليه بيدوروا على ابنهم، سمع صوت القصف قريب من بيته، ما اتحركش، فضل مع الموجودين معاه المصابين، وعيلته دخلت عليه. فيديو عنوانه ابيض وشعره كيرلي وحلو. كلهم صغير، لابوه 3 سنين 5 سنين 7 سنين، شعره كيرلي وابيضاني وحلو. هذا هو نفس اللي دور عليه. وين هذا؟ انا حملته، مش مشكله. هذا وين؟ بيفشلش الفيديو ان هو يوجع قلب البني ادم ويعصر قلبه مهما شفناه 100,000 مره. ثبات الدكتور، احنا قاعدين مش عارفين نمسك نفسنا زي ما الاب عارف يتماسك. الراجل محتسب عند الله، اول حاجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ودى وشه الناحيه التانيه بس عشان يعني يستوعب اللي شافه، وبعد كده قال الحمد لله. كان مرعوب ان هو يخلي الام تشوف الابن بالمنظر ده، بس البنت او الام يعني اصرت انها تشوف. طبعا ده نوها طبعا، ويا دوب هي لمحه والموضوع بقى يعني خلاص. الاخ الصغير اللي بيصوت بيقول بدي يوسف،
صورة يوسف على الهواء قدامنا اهي شايفينها، ناس كتير شارتها فعلا ابيضاني شعره كيرلي وحلو ضحكته حلوه وجميل وبريء، ملاك ملاك ملاك، افواج من الملائكه كانت بتطلع السما كل الايام اللي فاتت، ولسه لسه لسه في ملائكه تانية رايحه السما، واحنا مش عايزين ده، احنا عايزين الموضوع ده يقف يقف الدم يقف. يا رب يصبر كل قلب ام فلسطينيه. وطبعا بقول لكم يا ضيفاتي العزيزات الموضوع ده يا ربنا يصبر قلوبنا وقلوبكم. مفيش ام عربيه، مش ام مصريه، مش ام طبعا اكيد اكيد فلسطينيه لو قلبها عمال بيتحرق ومش عارفه تفكر انه لو 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 الموضوع ده عدى مثلا من جنبه. طب يعني الصوت الصواريخ، الواحد لما ابنه بيتخض ولا بتاع بيبقى عايز ياكل اللي قدامه، ما بالكم باللي بيحصل، ما بالكم بده بده الوحشيه دي اللي مالهاش وصف، اللي لساني يعجز ولسان ناس كتير اكبر مني واقدر مني بيعجز عن وصف الوحشيه اللي بتحصل دي. شيء مش طبيعي، شيء مش طبيعي، مش اي بني ادم يتحمل ده. الشعب الفلسطيني ده شعب من بجد من الفولاذ. هو ده طفل واحد في عيله اطفالها كلها ماتوا. طبعا طبعا كل 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 الفيديوهات يا استاذه ندى اللي اتذاعت وكل كل الناس تابعت اول باول ولحظه بلحظه، واعتقد ان ده 1 على 10 من اللي ممكن يكون بيحصل، لانه مفيش طاقه مفيش كهرباء، واكيد الانترنت ضعيف جدا جدا، فاللي معاه موبايل ولسه محافظ على شويه الشحن اللي موجودين فيه اكيد مش هيصور بيه، اكيد هيستغيث بيه، فاكيد في مشاهد كتير قوي فايتانا، في حاجات كتير قوي احنا مش شايفينها ومش عارفينها. احنا مشكلتنا في تغطيه الحدث نفسه ان انت ما عندكيش كل القنوات اللي تقدر ان هي تغطي كل اللي بيحصل في القطاع. انا زي ما حكيت لك قبل، هو استهداف لاطفالنا بالظبط، بده يقضي على شيء اسمه شعب فلسطيني. بس صدقيني والله والله هذا الشعب راح يكون موجود مهما انه قضوا علينا جوا، في غيرنا ملايين برا بيرجعوا من تاني وبيعمروها للبلد، فاهمه؟ يعني فكره انه انت يروح منك دناكي هذا إشي كتير كبير كبير بيقطع فيك تقطع. يعني إحنا اللي بنشاهد هذه المشاهد من خلال التلفزيون أو من خلال السوشيال ميديا بنتقطع من جواتنا. كيف لما يكون أنت ابنك أو بنتك أو طفل لحاله ضل لحال؟ يعني في أطفال عمرها سنة أو سنتين ما ضلش غيره بالعيلة، يعني فيش حدا يرعاها. شفت البنت الصغيرة أمها كمان استشهدت وعائلتها كلها بدي ولقاها فقط جارها. بس بدي أفهم يعني ما فيش أي ضمير، ما فيش أي إنسانية يبص بعين الـ 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 الإنسانية والشفقة على هدول الأطفال. إحنا كل طول الوقت على فكرة جوا بيقول لك إمتى بدها توقف الحرب، لا بدنا أكل ولا بدنا شرب ولا بدنا أي شيء، بدنا توقف الحرب. وأنا وصلوا لي رسائل وقالوا لي نجوى احكي إنه إحنا بدنا نوقف حرب، إنما طول ما إحنا عايشين ميتين طبعا، أجساد بلا روح. وهي مش أول مرة، أنت طول الوقت طول الحروب اللي فاتت هي أجساد بيخرج من كل حرب مدمر نفسيا طبعا. يعني طبعا ما فيش، حتى التغطيات الصحفية صاروا يستهدفوا الصحفيين استهداف مباشر للصحفيين، استهداف مباشر للدفاع المدني اللي بيطفي الحرائق، استهداف مباشر لطواقم الإسعاف والمسعفين، يعني اللي هو مش عايز حدا أصلا يتحرك من مكانه، هو عايز يدمر الناس تموت وبس. وهم باستهدافهم للصحفيين ده استهداف للحقيقة، استهداف للسان اللي ممكن يقول إيه اللي بيحصل بجد، استهداف الـ 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 الإمدادات، هو استهداف لأي فرصة أمل إن ممكن حد يعيش أو إن ممكن حد ينقذ أو إن ممكن حد جراحه تتطيب أو تتلم. مش ممكن، هو ده اللي بيدل على خوفهم وجبنهم، هم جبناء طبعا وخايفين، كل ما زادوا من عنف مشرستهم وعنجيتهم ده بيدل على انهم جبناء. الرعب لانه هم مرعوبين انه عارفين نفسهم هم للزوال، وهم نفسهم كشعب اصلا هو مش مرتبط بالارض، هم جايين من بلاد برا، ف الان مرتزقه الجيش، والله العظيم الجيش تبعهم مرتزقه، مش اسرائيليين يطلعوا في بعض الطوائف او في طائفه منهم من طائفه اليهود
مش الصهاينة اليهود ترفض تماماً ما يحدث من زمان. هم عارفين النهاية لأنهم عارفين الحقيقة. ما هو في فرق بين الصهيونية وفي فرق واليهودية كديانة. طبعاً إحنا الحمد لله في داخل فلسطين إحنا متسامحين دينياً مع كل الثلاثة ديانات. وده حالنا كعرب إحنا متصالحين مع كل الديانات. ما عندنا فرق بالضبط، ما بنفرق ولا بنعرف إنه بنعرف الشخص إنه هذا مسيحي وهذا مسلم. أنا هستأذنك بستأذنك يا نجمة معلش، إحنا معانا كمان برضو فيديو لطفلة ماريا، تعالوا نروح نشوف ماريا ونرجع تاني. أنا ماريا بنت إياد الحسن القائد، أنا بحبه كتير وأنا قوية كتير، أقوى من كل اليهود. هم اليهود فرحانين عشان عشان موتوا بابا، هم بيفكروا إنهم مبسوطين كتير. هم هاي بابا هو طلبها ونالها، هيا مبسوط كتير هلأ بالجنة. وانت لما تروح على النار خليكوا الدوبة، مش خايفة منكم لأنكم انت جبنة. لو من غير سلاحاتكم لكان هلأ انت هيك مستواك كتير واطي. انتوا بتعرفوش اصلا، انتوا بتعرفوش ايش معنى اصلا الله. يعني احنا حنصلي بالقدس وبابا هلا شهيد، واحنا حنصير اقوى وراح نصلي بالقدس وراح نقصف وراح نبقى نقصفكم ونحاربكم لحد لما نحرر ارضنا، لانه هاي ارضنا ولازم نتمسك فيها. وانت ما راح تخليكم فيها، واذا لمسوا بس حجرة منها احنا راح نموتكم. ماريا الأمل، ماريا الحلم، ماريا فلسطين، الأم الفلسطينية المستقبلية. ربنا يمد في عمر ماريا وفي عمر كل بنت وكل ابن فلسطيني. انتوا عندكم ماريا واحنا عندنا رحمة زين، رحمة اللي اتكلمت وقالت وحاولت توصل بلغة يفهمها المفروض العالم الغربي كله قد ايه مصر داعمه وقد ايه مشاعرنا واحده، قد ايه كلنا رافضين اللي بيحصل، قد ايه كلنا رافضين الوحشيه اللي بتحصل دي. مش بس الشعب الفلسطيني اللي بيعاني، كلنا بنعاني، كلنا مشاعرنا بتعاني. عايز اسالكم انتوا حاسين بده، حاسين بقد ايه احنا كمصريين مشاعرنا متضافره مع مشاعركم سواء الشعب او القياده؟ عايز احكي لك بالنسبه للشعب، احنا اصلا في يعني انا مامتي مصريه، في كتير ناس من الفلسطينيات متزوجين مصريين طبعًا. والعكس طبعًا. تمام. وفي منهم حاله من الحالات انه واحد مصري ومرته فلسطينيه واخذت بنته وكانت تحت القصف وكان وطلع على السوشيال ميديا واستغاث بحيث انه يحاول يطلعهم، بس طبعا ما فيش امكانيه للطلوع من على المعبر. انت المعبر بينقصف كل يوم مره واثنين لحتى ما يخلي حدا يعني ما يخليش الجانب المصري يدخل المساعدات الإنسانية. وإحنا شفنا الفترة اللي فاتت إنه مصر مش عارفة كانت تدخل المساعدات. القرارات اللي مخداها مصر كمان، خلينا نتكلم على قرارات الرئيس السيسي وغيره من القيادات العربية الموجودة، إحنا معه، إحنا نرفض التهجير، إحنا ما بدنا نهجر تاني، ما بدنا نعيد مشكلة 48 وأزمة 48 مرة تانية في 2023. عشان نعيد النكبة من الأول. لا إحنا وده دليل واضح على كل اللي بيصير جوات غزة، والناس صامدة والناس باقية بالأرض وبيقول لك أنا بيت انقصف وراح أضل موجود، أنا مش متحرك من هون. تمام. يعني في كتير وهي مش حالة طبعا، في حالات كتيرة نفس الوضع. إحنا كلنا خوفنا على أولادنا كبير، أي حدا بيخاف على أولاده، أي حدا بده يطلعهم لبر الأمان، وممكن يكون في بعض الأسر خايفة على أولادها وبدها تطلع فيها من المعبر. بس كمان في قديش خوفي على أولادي، أنا كمان خايف على هذه الأرض إن هي تروح. ففكرة إنه إحنا ودمي واسمي الفلسطيني، إحنا عنا هوية هويتنا مش تراثنا، مش ممكن. هم طول الوقت هم عمالين بيسرقونا، يعني سرقونا بالأرض، سرقونا بالتراث، سرقونا بكل شيء، ما خلوا عنا ولا شيء. حتى المساجد والحاجات اللي هي الأثرية كمان صاروا يضربوا فيها عشان ما يضل في تاريخ لفلسطين. وده اللي أنا كنت برضو بقوله، أنه فعلا تم ضرب الكنيسة أثرية ومسجد أثري، دي الأماكن الآمنة اللي المفروض الناس بتحتمي فيها، وكمان القوانين الدولية بتحرم وتجرم ضرب الكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات. خليني بس أستأذنكم، هناخد معايا على التليفون دكتورة نهى طلعت الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور نهى، منورة ومنورة أنت. أهلا
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا دكتوره نهى. طبعا مع الاوضاع اللي موجوده دلوقتي على ارض فلسطين، عايزه اعرف من حضرتك المجهودات اللي بيقوم بها التحالف الوطني في حل هذه الازمه او تقديم المساعدات وتقديم المساعدات والامدادات. هو الحقيقه يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان من اول الجهات المبادره في مصر، وطبعا ده تنفيذ لرؤيه القيادة السياسية والتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون في دعم ومساعدات إنسانية مكثفة لأهالينا في قطاع غزة وفي فلسطين. طبعا الأوضاع هناك في أوضاع الحرب والقصف المستمر في احتياج شديد جدا للمساعدات، والحقيقة يعني احنا بنتابع الأخبار كل يوم ومتواصلين كمان مع الأطراف الموجودة هناك. هم دخلوا على مرحلة من نفاذ المعونات ونفاذ المواد الغذائية، وحتى بعد القصف الوحشي المستمر للمستشفيات الميدانية وكل المنشآت الطبية بقى في كمان عجز كبير جدا في المواد الطبية. فالحقيقة احنا جهزنا قافلة كبيرة جدا، يعني تقريبا مكونة من حوالي 3000 طن من المساعدات متنوعة ما بين طبي وغذائي وأغطية شتوية وملابس، واتجهت للعريش ثم إلى معبر رفح. هي متواجدة النهاردة اليوم 9 على التوالي. والحقيقه في انتظار، يعني المعبر الحمد لله اتفتح امبارح وكان في دخول لاول 20 شاحنه محمله كان اغلبها من المواد الطبيه والمساعدات الطبيه. النهارده المفروض برضه في اعداد وتجهيز لمجموعه من الشاحنات ان شاء الله عشان تدخل. ويعني احنا مستمرين ان شاء الله في تسيير القوافل والدعم لاهالينا هناك. يعني الموضوع الحقيقه مش اختيار، ده واجب علينا تجاههم. ده طبعا بيتماشى مع التوجه العام للدوله المصريه، ومع يعني امبارح كان الشعار الرئيسي لقمه السلام في القاهره هو وجوب دخول المساعدات الانسانيه وفتح ممرات امنه لها. فالحقيقه المفاوضات السياسيه دي احنا بنعول عليها كتير، ان يبقى في تيسير لفتح المعبر واستمرار دخول القوافل والمساعدات بشكل يعني منتظم عشان نخفف شويه من المعاناه اللي هم بيعيشوها دلوقتي. طبعا دكتورة نهى، عايزة أسأل حضرتك أو عايزة من حضرتك توجهي رسالة لكل اللي بيشوفونا بنوعية المساعدات أو بنوعية الحاجات اللي يقدروا يقدموها طبعا الشعب المصري، وكل مين يقدر إن هو يساعد معاكم في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، محتاجين إيه تقريبا أو الناس تقدر تعمل إيه؟ هو الحقيقة يعني إحنا يعني الشعب المصري الحقيقة عنده سباق في الخير وعنده بذل كبير جدا جدا فيما يخص القافله. احنا الحاجات اللي بنتلقاها يوميا الحقيقه انها وصلت لمرحله ان هي يعني اكبر من احتياجاتنا واكبر من قدرتنا حتى على التخزين. فيعني عايزه اقول لحضرتك ان العريش وشمال سيناء تحولت الى مخزن كبير جدا من المساعدات الوارده من داخل مصر. وده يعني الناس طبعا بتتابع الاخبار، واكيد كل الناس عندها وعي انه في نقص شديد دلوقتي في حاجتين مهمين جدا، الادويه والمواد الغذائيه. الحاجتين دول هم اكتر حاجات فيها عجز كبير جدا، واكتر ناس الحقيقه بشكل منظم سواء الجمعيات الاهليه اللي بتتكاتف انها تبعت او حتى المواطنين المصريين. يعني زي ما بنقول كده بيدوا العيش لخبازه، المواطن بيتبرع سواء للجمعيات الاهليه سواء للهلال الاحمر، وهم الجهات دي عشان هي عارفه ومعاها قائمه الاحتياجات، فالجهات دي هي اللي بتقوم بشراء المستلزمات. فالحقيقه الموضوع يعني مستمر بشكل منظم جدا، في زخم كبير جدا، يمكن حتى حملات التبرع بالدم اللي اطلقناها شهدت زخم كبير جدا بالذات من فئه الشباب. طبعا وبقى عندنا يعني الاف الاكياس من الدم اللي جاهزه عشان اول ما يبقى في احتياج ليها على طول نقدر ندخلها عن طريق المعبر. فالحقيقه يعني هي الناس انا نفسي ان الروح دي تستمر، هي القضيه قضيتنا كلنا والناس كلها يعني شايله هم اللي بيحصل ومتابعاه، واحنا دورنا ان احنا بننظم بس الجهود دي بحيث انها توصل بشكل منتظم وبشكل يكون فيه ترتيب لاولويات الاحتياج، ما تكونش مجرد مساعدات تروح وما يكونش ليها احتياج على الارض. تمام. كان كمان معانا ضيفتنا يعني استاذه نجوى كانت بتقول انه في بعض مش بعض هو محتاجين كمان البطاطين والحافه والحاجات الثقيله دي لانه دخول الشتاء، فيا ريت برده يكون دي من ضمن الحاجات والمساعدات اللي اكيد هتكون بتروح للجانب الفلسطيني في قطاع غزه ان شاء الله. طبعا يروح مع يعني بالفعل متواجده في القوافل، احنا معانا يمكن اول مجموعه من السيارات دخلت او وصلت عند المعبر كان فيها اكثر من 40,000 بطانيه والحيف ويعني حاجات بتزيد وبتتواكد اكثر. تمام. وان شاء الله ان يبقى يتخلق لها ممرات تقدر انها تعدي من خلالها وتوصل لايدين اهالينا هناك. يعني يا رب يا رب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره نهى طلعت الامين العام للتحالف الوطني للعمل الاهلي
التنموي. وانتم شايفين معانا تضافر الجهود في كل مكان، يمكن من بدايه من اكبر حد من القياده السياسيه والتوجيهات والشعب المصري اللي كله يوم الجمعه كان على قلب رجل واحد في كل الميادين. كل احنا عايزه اسامح دمنا الفلسطيني مع دمنا. اصل كلمه بالروح بالدم دي يمكن الدكتوره، واحنا بنتكلم دكتوره نهى دلوقتي بتقول فئه الشباب اللي اتبرعت بالدم كانت كبيره، ما هي كلمه بالروح بالدم دي هي مش كلمه. صحيح. هي مش كلمه صغيرين. ومش لازم الدم ان انا احارب، الدم ان انا ممكن ادي دمي فعلا. الاغاني الفلسطينيه، دم فلسطيني، اطفال في الشارع عندنا بيغنوا انا دم فلسطيني. طيب يعني هو ده بقى. وعايزه اسمن برضو دور اخواتنا من مصر، يعني احنا في الاتحاد يعني بتجينا اتصالات وجات لنا زيارات عندنا في الاتحاد من نشطاتنا السويات، من لجان المرأة في الأحزاب مختلفة. جات لنا نائبات من البرلمان يزورونا في الاتحاد وعرضوا علينا انتوا صوتكم بنوصله، المساعدات اللي بنقدر نقدمها، لأنه احنا من الاتحاد ممكن نقدم المساعد، بنستقبل المساعدات العينية اللي احنا بنقدم الشخصية بالنسبة للأسرة عموما، يعني اللي بنقدر نحن نوفرها أو اللي بيقدر الحد يعني بيتبرع. فبصراحة يعني كان عندنا يوم السبت الماضي كان يوم رائع، استقبلنا فيه عدد كبير جدا من الناشطات ومن عضوات البرلمان وطالبات من جامعات مختلفة من مصريات. يعني احنا برضو بنبسط لما نلاقي الجيل الصغير يعني جايين، يعني اللي عايزة تعمل بحث واللي عايزة احنا نساعدكم ازاي. يعني جات لنا طالبة بتقول تحب نساعدكم ازاي. البرامج التوعويه والتثقيفيه برضو تكلمنا فيها، لانه التوعيه الجيل اللي يمكن اتربى في مصر، مش بس الفلسطينيين، يمكن الفلسطينيين جوه الاسره الفلسطينيه عندهم الاهل بيتعلموا بيتربوا على القضيه، ولكن ايضا جيل العربي في مصر، المصريين والعرب كيف ازاي احنا نوعيهم ونثقفهم وفاهمين القضيه صح، يعني عارفين اللي بيحصل ده طب بيحصل ليه. فمن الحاجات برضو اللي احنا عايزين نشتغل عليها برضو في الفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. استاذة ندى برضو حابة من حضرتك تعرفيني اكتر عن الاتحاد وايه اللي بيحصل دلوقتي، وهل في اي حاجة نقدر نقدمها من مساعدات او متطوعين او ما الى ذلك؟ هو اتحاد المرأة، اتحاد المرأة الفلسطينية يعني بيكفل أسر هنا فلسطينية أو بيساعد أسر فلسطينية، والوضع الحالي زاد عليه العبء. فحكاية التبرعات دي بتبقى في جهات معينة هي اللي بتوديها. تمام. احنا ممكن نبقى وسيط ما بينهم، نوصل المساعدات دي للهلال الأحمر وهو يوصلها. الهلال الأحمر الفلسطيني بيتواصل مع الهلال الأحمر المصري وبيتم توصيل المساعدات عن طريق المعبر. مظبوط. بتقدروا تطمنوا من خلال الاهالي اللي يعني موجودين على قيد الحياه هناك، هل وصلت لهم الامدادات وكده؟ لانه يمكن برضو اليومين من ساعه لما المعبر اتفتح الناس طبعا بتقول الحمد لله ونتمنى ان هي الامدادات توصل للناس هناك. هل حد منكم اطمن على حاجه زي دي او كده؟ خاصه الادوات الطبيه هل صعب؟ ويمكن احنا ما توجهنا بالسؤال بشكل مباشر لهم. ما تنسي انه امبارح لحديت يمكن المساء كانت الشاحنات بتدخل 20 شاحنه بتتفرغ وبتتعبى من اول وجديد ولحد ما توصل. وانت عندك كمان الهلال الاحمر الفلسطيني هو اللي بيستلم، والانوروا هم اللي بيستلموا الشاحنات وهم اللي بيوزعوها على مراكز الطبيه المستشفى وبيوفروا كل المستلزمات الاكثر احتياجا والاكثر تضررا. بالزبط. طبعا بالزبط. قبل ما اختم معاكم عايزه يعني كلمه من كل ضيفه فيكم، كلمه من كل ضيفه فيكم قبل الختام. اتفضلي استاذه ندى. هو اولا مصر مش غريبه عليها ان هي تقف جنب الشعب الفلسطيني في الايام العاديه وفي الاوقات الصعبه اللي زي دي، كان اول دوله بادر ان هي تهدي الوضع هي مصر. طبعا. فاحنا بنشكر سياده الرئيس، بنشكر الشعب المصري ان هو بيقف مع الشعب الفلسطيني. والفتره اللي فاتت يعني حسستنا رجعنا لزمن العرب كلها تبقى متكاتفه. ف يعني الشعب المصري فعلا اثبت حاجه يعني لمسناها من جديد، ان كل الطوائف وكل الشباب الصغيرين والكبار كلهم متعاطفين ومؤازرين للشعب الفلسطيني. عشان ده في دمنا يا استاذه ندى. استاذه نجوى اتفضلي.
أنا بدي أكمل اللي حكته الأخت ندى. أنا كل توجيهي إنه يكون في تكاتف عربي أكبر من هيك. أنا عارفة ومقدرة كل الجهود اللي بيتم بذلها، ودليل على هيك قمة السلام اللي تمت امبارح. ولكن إحنا محتاجين تكاتف أكتر، تكاتف أكبر يكون في قوة لردع الاحتلال عن الشعب الفلسطيني. إحنا محتاجين توقيف الحرب. الحالة اللي إحنا فيها هاي والوجع اللي إحنا فيه مش هيبطل غير لما يتوقف الحرب. كل المساعدات اللي بتدخل أوكي على عيني وعلى راسي وبتسد حاجة المواطن جوا، ولكن هو محتاج إنه يصحى الصبح يلاقي فيه هدوء، يلاقي فيه عصافير في ودانه، مش إطلاق الصواريخ ودب الصواريخ وحرم بيته بالضبط، يلاقي أرض السلام موجودة. كمان نقطة بدي أأكد عليها، قصة سريعا عشان احنا خلاص وقتنا. معلش على طول، فكرة إنه التهجير وما التهجير صدقيني هاي أنا بثبتها بس عشان إنه إحنا مش هنتهجر. بس الشعب الفلسطيني رافض التهجير بأرضه. أستاذة سونيا سريعا جدا طبعاً. جدا أنا 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 بأكد على كلام زميلتي، بحقنا في أرضنا، عايزين نوقف الحرب طبعا وننقذ أهلنا طبعا طبعا. نتمنى الحرب تقف، أهالينا في فلسطين يعيشوا ويرجعوا يعيشوا تاني في سلام وأمان، والأولاد الفلسطينيين الصغيرين يعيشوا ويبقى ليهم مستقبل زي أي طفل طبيعي في أي حتة في العالم. قضية الفلسطينية باقية إلى أن يتم حلها بالسلام وتعود إلى أهلها الفلسطينيين. خلصت حلقتنا النهاردة، وكان منورنا سيدات فلسطينيات في هذه الحلقة، تشرفنا بيهم جدا جدا. نتمنى الأوضاع تهدى، ونتمنى طبعا وبنعزي كل من فقد أهله وزويه. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة بكرة من إنتي على شاشة ETC. استنونا دايما نكون موجودين معكم الساعة 5.